بالتأكيد. عايز أسألك على فايلر. فايلر مباراة واحدة اللي شفناها يمكن في مباراة السوبر، كسب المباراة الأفريقية بس يمكن شفناها بعد كده كمعادة، ولكن مباراة السوبر هو الاختبار الأول اللي شفناه فيه فايلر، وبعدها مباراة سموحة. مش هقدر برضو هو زي ميتشو، مش هقدر يعني أقيم لأن الثلاث ماتشات قليل، وإن كنت إن هو برضو شايف إن هو ماتش السوبر عمل ماتش جيد جدا، استحوذ بشكل جيد جدا، هو اللي كان يقدر شوط أول يخلص الماتش باثنين ثلاثة أربعة زي ما هو عايز. رجوع الزمالك للماتش ما يقللش من اللي هو عمله. ماتش السموحة لا ما كانش على المستوى. طب فايلر تفوق ازاي في ماتش السوبر وانت بتتفرج على الماتش؟ مش في كلام كتير يتقال في هذا الامر انه كان في توفيق، ان كان في اخطاء من الزمالك اكتر شويه؟ لا لا انا هختلف مع كل دول. ثقه من الزمالك ان هو الماتش خلصان. ثقه الكلام مدرة. الكتير اللي حصل قبل الجيم ان الزمالك مكسر الدنيا في بيراميدز، كان عامل جاء وريح بعض اللاعبين ما لعبش في ماتش افريقيا. الكلام الكتير ده يا كابتن كريم، اصل الاعلام بالنسبه للاهلي والزمالك متاح، يقدر يسمع كل كلمه. الكلام الكتير والتقليل من شان، خلي بالك، الاهلي في الماتش، والماتش ده ملوش مقياس، واحنا عارفين ان الاهلي انك تقلل من شانه في قصه زي دي، لا 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 انسى. انت كنت مش شايف 11 لعيب، 11 اسد في الجيم، الولاد بيضغطوا في كل حته، شرسين بشكل عظيم، الكره تحت رجليهم ما بتتقطعش، صحيح بيوصل ناحيه اليمين وناحيه الشمال بشكل جيد. فلا ما ينفعش تقلل من شان الانديه الكبيره دي. طبعا تقلل من شانها هو ده. الثقه الزياده خلت ان الزمالك حاسس ان هو الايه، لا الموضوع بسيط، مش مع الاهلي، مش مع الاهلي، انتوا فرقه، الزمالك فرقه تقيله جدا طبعا، عمل السنه دي استثمارات كبيره جدا في لعيبه محترمه جدا جدا. متهيألي بس هم محتاجين يقفوا على الارض، ما تغرش، مش ماتش عامل ماتش عالي الاقي نفسي طاير في السماء. هو ده اللي بيحصل في الزمالك وعلى طول، خلي بالك يعني في سنين كتير الزمالك بيطير بعكس الاهلي. الاهلي على طول واقف وبيحاسب نفسه، وفي كل دقيقه وفي كل ثانيه لا في مشكله نقدر نحلها. الزمالك لو وصل النقطه دي هيبقى عندنا دوري قوي جدا. اتمنى له رب التوفيق، ولكن كنت في بدايه الدوري ما اقنع الاثنين، ما اقنعنيش خالص. بعكس بيراميدز عمل ماتش محترم جدا قدام انبي.